فتح المشهد الصحي هو هم تجار الحروب، علماء الحروب الذين سخروا كل امكانياتهم، كل امكانيات الصحه وكل امكانيات القطاع الصحي، بدل ان يكون في خدمه الانسان سخروه من اجل الحرب وآلة الحرب، وايضا يعني من اجل ان يحققوا ان ينتصروا ان يحققوا قناعاتهم وافكارهم. طبعا هؤلاء تجار الحروب لا يهمهم حياة الناس ولا حياة المواطن ولا حياة الشعب، يهمهم هو انتصار أفكارهم وقناعاتهم وتحقيقها، حتى وإن ذهب الشعب اليمني كله إلى الجحيم. نعم لذلك اليوم كان يجب أن تكون هذه الجريمة بداية صحوة عند الناس، بحيث أنهم يوقفوا هذا العبث. اليوم نحن أبناء اليمن، نحن أبناء اليمن، هذه بلادنا، ويجب علينا أننا اليوم أن تكون الكلمة الفصل لنا نحن المواطنين اليمنيين، ليس لتجار الحروب ولا لعملاء الجنود الخارجية الذين اليوم أصبحوا يتحكمون بالمشهد. نحن منذ سنوات ونحن نطالب ونقول أن القطاع الصحي يجب أن يظل قطاع محايد، قطاع إنساني يقدم خدمات إنسانية للناس، لا ينبغي أن يتدخل فيه السياسيون ولا تجار الحروب، بحيث أنه هذا القطاع هو قطاع خدمات إنسانية للناس يعني. لكن عندما تتدخل الأيادي العابثة في هذا القطاع، تكون هذه الكوارث، وما هذه الكارثة إلا أحد تجليات الكارثة الكبرى التي تمثلت في القطاع الصحي.